الكوكب الأحمر يجذب إليه مسباراً آخر هو الثالث خلال هذا الشهر، وهذه المرة من فلوريدا، إذ أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا مسبار بيرسيفرنس باتجاه كوكب المريخ بهدف العثور على أثار حياة قديمة على الكوكب. العلماء والمختصون وعددهم يزيد عن 350 يعتبرون أن لديهم أدلة جيدة على أن هذا الكوكب كان قبل 3 مليارات عام أكثر دفئاً، وتجري فيه الكثير من الأنهر والبحيرات، وسيحاول المسبار للمرة الأولى إعادة عينات من الصخور المريخية إلى الأرض وجمع المواد في كبسولات بحجم السيجار وتركها مبعثرة على السطح لاسترجاعها بواسطة عربة مستقبلية. سيحمل هذا الروبوت الخاص معه ما نسميه الإبداع. الإبداع هو طائرة هليكوبتر. سنطلق طائرة هليكوبتر على عالم آخر لأول مرة في تاريخ البشرية، ولكن هناك أيضا عروض تكنولوجية أخرى، تحويل ثاني أكسيد الكربون، الغلاف الجوي على كوكب المريخ سنقوم بتحويله إلى أكسجين نقي لإثبات أنه يمكننا بالفعل إرسال البشر هناك وجعلهم يحصلون بالفعل على دعم للحياة الذي يحتاجونه. مسبار ناسا هو الثالث خلال هذا الشهر، ففي 20 تموز/يوليو الجاري أطلقت الإمارات للفضاء مسبار الأمل إلى المريخ يهدف إلى استكشاف الكوكب الأحمر، وذلك في أول مهمة عربية بين الكواكب. إضافة إلى ذلك أطلقت الصين في 23 من هذا الشهر مسبارا إلى ذات الكوكب بهدف البحث عن دلائل على وجود حياة سابقة على الكوكب، كما وستعمل على دراسة بيئة. الدول الثلاث تسعى لاستكشاف كوكب المريخ في مهام غير مسبوقة، مستفيدة من قصر المسافة بين الأرض والكوكب الأحمر في هذا الوقت، وإلى جانبها تحاول أطراف كثيرة منها أوروبا والهند أن تسجل نقاطا في هذا المسعى، كما هو الحال بالنسبة للقمر، لتفرض نفسها قوة علمية وفضائية كبرى. وتلتحق اليابان بهذا السباق عام 2024 مع إرسال مسبار. وللمزيد حول الموضوع ينضم إلي عبر خدمة زوم الدكتور عبد الله خطبة، مدير مركز فضاء في مدينة الناصر. إذن دكتور، يعني رأينا هذه المهمة التي انطلقت اليوم من الولايات المتحدة، ما هي أهدافها بالتحديد ومن سيواكب هذه المهمة؟ ما هي المعلومات التي سيسعون لاستخراجها منها؟ أولا مساء الخير وكل عام أنتم بخير والجميع بخير. طبعا هذه المهمة هي واحدة من أهم المهمات بعد أن قامت عدة مركبات بدراسة سطح المريخ مثل كوريوزيتي وأوبورتونيتي. تلك المركبات التي حفرت ووجدت أن هناك نسبة مياه جيدة في تربة المريخ بعد 3.5 إلى 4 مليار سنة من الجفاف. والآن أتى الوقت لكي نبدأ بتعمق أكثر لندرس هل فعلا توجد في تربة المريخ أثار لميكروبات، إذا لم تكن ميكروبات بحالة حية. فالمسبار ذاهب لكي يهبط في منطقة التي يظن التي على الأرض كانت بحيرة منذ أكثر من 3.5 مليار سنة، وسيقوم بدراسة التربة هناك هو الصخور ليعرف ما إذا كانت احتوت على أي أنواع من البكتيريا، وإذا كانت تحتوي على أنواع أخرى من البكتيريا. هذه المهمة الرئيسية لهذه المركبة. لكن هناك مهمة تحدثوا عنها أيضا لا تقل ضرورة ولا تقل أهمية، وهو الهليكوبتر الصغير الذي سيقوم بجولة من على سطح المركبة بعد أن يتحرر منها. نحن نتحدث عن غلاف جوي رخيص جدا جدا جدا، لذلك لا أعلم كيف ستجري الأمور مع مروحية تحتاج إلى الهواء للدفع لكي تطير على المريخ. نعم، جميعاً نترقب كيف ستكون هذه المهمة. يعني رأينا أنه في الأسابيع الأخيرة بالتحديد، يعني الصين أطلقت مسبار، أيضاً الإمارات قامت بإطلاق مسبار خاص بها ومركبة خاصة بها. لماذا الاهتمام بكوكب المريخ الكوكب الأحمر خصيصاً في الفترة الأخيرة، وما هو الفرق أيضاً بين هذه المهام كلها؟ يعني الاهتمام هو منذ سنوات. يعني الأول أن المركبة، أريد أن ننوه أن المركبات لا تبنى في يوم وليلة، هذه المهمات يتم الإعداد لها منذ سنوات، ولكن هناك قرار منذ أكثر من 20 سنة وخصوصا في آخر 10 سنوات بأن كوكب المريخ هو كوكب يمكن أن يكون محطتنا الأولى لغزو الفضاء والاستقرار هناك. دراسة كوكب المريخ لعدة أسباب هي مهمة جدا. واحد، لأننا فعلا نحتاج إلى أن نعرف
كيف انتهت الحياة على المريخ أو انتهت مقومات الحياة على المريخ لكي نعلم كيف نحافظ على كوكب الأرض. ثانيا هو كوكب مهم جدا بالنسبة إلينا لأنه المرجح الأول لاستيطان البشرية خارج كوكب الأرض. هذه المعلومات المكثفة الآن يعني هي ضمن خطة عالمية تقودها أفضل شركة بقيادة رجل اسمه إيلون ماسك، شركة سبيس إكس، التي تنوي خلال 4 إلى 5 سنوات أو حتى مكسيموم 10 سنوات أن تبدأ باستيطان المريخ. العالم يضع المريخ على الواجهة لأنه الوجهة المستقبلية القريبة التي يجب أن نفهمها جيدا وأن نبدأ بالتفكير جيدا كيف يمكن الاستيطان هناك واستصلاح المريخ. نعم، وما هي أكبر التحديات التي تواجه العلماء في كل قضية الاستيطان أو الذهاب إلى المريخ أو استخلاص المعلومات من هذا الكوكب المثير للاهتمام؟ الماء والطاقة، الماء الأكسجين، إذا وجد الماء وجد الأكسجين ووجد الطاقة. فأكبر تحدي أولا هو كل التحديات، يعني نحن نتحدث عن كوكب بدون غلاف مغناطيسي وبدون غلاف جوي، بدون حقل مغناطيسي يحميه من الأشعة، وبدون غلاف جوي ليحتوي الهواء وليدعم الحياة. لكن وهذا تحديان كبيران لمن يريد حقا أن يسير كما سمع على القمر برجليه، وليس فقط بل بأن يستوطن يبني مستعمر. لكن كل الدلائل تشير إلى أن هنالك كميات مياه جيدة تحت سطح المريخ، وهذا مشجع جدا. هذا السبب بالتهافت الآن، هناك قناعة تامة بأن المريخ جيد للحياة، المريخ توجد تحت تربته مياه، إذا وصلنا إلى المياه نستطيع صنع الأكسجين، نستطيع استعمال الطاقة لننتج طاقة لكي تتيح لنا البناء والاستعمار هناك. وأعتقد أننا قريبون من هذا الإنجاز. نعم، فعلا كوكب مثير للاهتمام، وشكرا لك على عملك في هذا المجال وعلى هذه المداخلة دكتور عبد الله خطبة، كنت معي حول هذا الموضوع.